في هذا الفيديو هذا غادي نعرفكم على شاطئ قعسراس اللي بين اجمل الشواطئ في الشمال ديال المملكه. تبع معايا الفيديو. مرحبا بكم في حلقه جديده من شواطئ بلادي، واليوم شاطئ جديد قعسراس من اجمل الشواطئ اللي جات في الطريق الساحليه ما بين واد لاو والجبهه. وانا جيت باش غادي نعرفكم على المرافق وعلى اي حاجه في شاطئ قعسراس. تبع معايا الفيديو من الاول حتى التالي باش غادي تعرف كل شيء على قعسراس. يلا تبع معايا. قريه قعسراس هي جات في الطريق الساحليه من تطوان للحسيمه، وجات قريبه بزاف من واد لاو. وبالنسبه للمواصلات اللي غادي يجيبوك لقعسراس، اي ترونسبور كيدوز من الطريق الساحلية غادي يجيبك. والتاكسيات اللي كاينين من واد لاو بخمسة دراهم، وكاينين من تطوان بثلاثين درهم. اللي غادي يحطوك في هاد البلاصة هنايا ورا قريبة بزاف للشاطئ، كتدخل غير هنايا في هاد الدرب تقريبا واحد 60 متر. غادي ندخلو نعرفوكم على الشاطئ من هاد المدخل هذا، اللي كاين واحد الباساج غادي يوصلك حتى الماء. وإلا جيتي بالطوموبيل راه كاينين الباركينات، ولا بغيتي تخليها في الشارع راه كاينين تماك بزاف فين غادي تخلي الطوموبيل ديالك. وبالنسبة للشاطئ راه ما فيش مظلات المجانية، ضروري ما تجيب لي باراسول ديالك. والرملة ديال الشاطئ سوداء كما كتشوفو هنايا في الفيديو، وراه فيها الوقاية المدنية والسباحة المنقذة. وبالنسبة للمياه ديالو، المياه ديالو صافية. ولا بغيتي تدخل لداخل راه بالنسبة للدراري الصغار راه فيه الفندق، كاين الغرق، كتزيد غير شي شوية كتلقى الغرق. والمياه ديالو صافية كتشهي، والمساحة ديال الشاطئ راه كبيرة فيما بغيتي تجلس. وندخلو نتبردو في هاد الشاطئ الرائع. بحيرة يا سلام. وبالنسبة للناس اللي كتبغي تاخد راحتها، الشاطئ راه عائلي وفيه مساحة لا بغيتي تجي تجلس بوحدك. وملي تسالي التبحيره وبغيتي تدوج راه كاين الدوش بثلاثة دراهم، راه قريب بزاف من الشاطئ. قعسراس هي واحد القريه اللي كتعتمد على الصيد البحري، وعندها واحد الميناء صغير لواحد القوارب اللي كيخرجوا الحوت كل نهار، والحوت طري وكيبيعوه غير هنايا في قعسراس ولا في واد لاو، اللي معروفه بالحوت ديالها الجوده. وبزاف ديال المطاعم غادي تقدروا تلقاوهم في هذا الشارع على الطريق الوطني اللي رابطه ما بين تطوان والحسيمه، راه كدوز من فوق الشارع ديال قعسراس، وتما غادي تلقاو بزاف ديال المطاعم. والانواع ديال المطاعم اللي غادي تلقاو، كاينين الناس اللي كيديروا الشوايه، كاينين الناس اللي كيديروا الطواجن، كاينين سناكات، كاينين بقاله، اي حاجه بغيتيها غادي تلقاوها في الشارع. حتى اللوازم ديال البحر، بغيتي باراسول شورت اي حاجه بغيتوها غادي تلقاوها هنايا. وملي تسالي التبحيره راه كاينين الطاكسيات لواد لاو كما قلنا بخمسة دراهم، وكاينين لتطوان بثلاثين درهم. وإلا ما لقيتيش لتطوان سير حتى لواد لاو، وتما كتولي تشد طاكسي بخمسة وعشرين درهم وراه موجوده من واد لاو. وبالنسبه للناس اللي باغيه تجي تكري وتستمتع بشاطئ قعسراس، راه كاينين ديور بزاف هنايا اللي كيتكراو. وإلا ما لقيتيش ما عليك غير تمشي لواد لاو، وراه الترونسبور كيبقى قريب بخمسة دراهم. وهنايا كنكونوا سالينا الفيديو ديالنا. اي استفسار ما عليك غير تدخل عندي الانستغرام ايكريك بي فلوك، تما راني كنجاوب كلشي. يلا تسناونا في شاطئ اخر.